ايش اسمك؟ طيب يلا انتي whatever is your name يا سلطانة. يلا اعطيني دفتري من دفتري. وين الملف؟ ملف المريض. معليش انا متأسفة كثير. معليش هذه السكرتيرة حقتي مرة بطيء احيانا جديدة هي ما تعرف احيانا انسى ما راح تجيك القهوة ولا الشاي ولا اي شيء تطلب.
استرخي كده راح يكون احسن. ايش تبغي يا سكرتير؟ ايش تبغي؟ ما قلت لك لا تدخل المكتب، قلت لك لا تفتح الباب. ايش الدكتور؟ طيب انا ايش اسوي له؟ انا دكتور لينا لين كمان، انا يعني ما يصير عندي وقت ليا، خلاص انا مع المريض. خلاص اطلعي وسكري الباب، ما ابغى. لا بعدين 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 بتلك. بعدين نفس.
من الفحص. ما انت شايف ان انا جالسه اسوي فحص؟ خلاص انا اسفه يا مريض، انا ما كان قصدي اني يعني اني اخليك تشوف هالمشاكل، بس اليوم احنا منظمين، اليوم سكرتيرة جديدة وما هي مرة ما تعرف تسوي شيء، لازم ادربها تعرف.
شيليها من المكتب، شيليها من عندي، يلا شيليها خذيها. طيب جيبي لي الملف. طيب يلا روح بس. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك وسبسكرايب.